لال العب الثلاث مباريات واكسبهم واطلع توب فور وبعدها سيبها هتمشي. فده اللي انا بقول عليه، مباراه بثلاث نقاط، ثلاث نقاط مهمين. بصوا ودوك فين في جدول الترتيب، والناس اللي بتتكلم او تتريق على مركز نادي الزمالك فهو حضرتك انه مركز نادي الزمالك عشان ليه مباراه مؤجله، والفرق بينه وبين النادي اللي بيلعب في المركز الاول هو عدد تقريبا ثلاث مباريات بتسع نقاط، يودوا في حته تانيه خالص. وبالمناسبه الاهلي والزمالك تسع وعاشر يعني في نفس الجدول، مفيش اي مشاكل خالص اطلاقا. فاحنا ناس بنفهم كوره وعارفين كويس يعني ايه لسه الدوري في الملعب. يمكن